السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. عدت لكم بحلقة جديدة من بيس 2018. في حلقة اليوم فإننا سنقوم بشيء مميز جدا. إذا لاحظتم فإن لعبات البيس 2019 لقد وضعتها لنا شركة كونامي هنا يا شباب، في إمكاننا شراؤها، وإذا قمنا بشرائها فإننا سنحصل على تخفيض قدره 10% بمناسبة خروج لعبة البيس 2019، فإنني أكيد سأقوم بشرائها الآن معكم يا شباب. لاحظوا معي أولا صور، بعدما بحثت لقد قالوا بأن هذه الصور فهي مأخوذة من لعبة البيس 2019 للبلاي ستيشن 4 وليس للحاسوب، لذلك أتوقع بأن اللعبة ستكون مميزة أفضل بكثير في الحاسوب. بالنسبة للجرافيك فإنه جيد كما تلاحظون يا شباب، أتوقع بأن الجرافيك سيكون مطور قليلا عن لعبة البيس 2018. إذا اشتغلت عندكم لعبة البيس 2018 ففي إمكانكم تشغيل لعبة 2019 بدون أي مشاكل. النسخة التي سأقوم بشرائها هي ليجند إديشن، ثمنها تقريبا بعد تخفيض 10% فهو 71.99 دولار، يعني ممكن أن نقول 72 دولار. سأقوم بشرائها يا أصدقاء لكن بعد نهاية هذا الفيديو وليس الآن، لكي أكتشف ما الذي سيحدث. هل سأحصل على اللعبة وسأستطيع لعبها أم يجب علي الانتظار حتى 30 غشت من سنة 2018 لكي أستطيع تحميلها ولعبها؟ لكنني سأقوم بشرائها يا شباب لأنني أحب كثيرا ألعاب البيس أفضل بكثير من الفيفا، وخصوصا أنني ألعب في الحاسوب. لقد جربت الفيفا يا شباب، جربتها وقمت بتنصيبها على الحاسوب. أتوقع بأنني جربت الفيفا 2017 قمت بتنصيبها على الحاسوب، لكن مع الأسف الفيفا فإنها سيئة جدا في الحاسوب، سيئة جدا يا شباب لن تتصور، وخصوصا في السيتينجز أثناء تعديل الأزرار لكي أستطيع اللعب بواسطة الكيبورد. انتظروا سأظهر لكم السيتينجز الآن. وها هو السيتينجز في الشاشة، هذه هي الإعدادات التي أقوم باللعب فيها تقريبا فول إيش دي، في اللعب 60 FPS، وكذلك في إعادة المحاولات عندي 60 FPS. إذا جئنا هنا للكلافي أو الكيبورد باللغة الإنجليزية فستلاحظون بأنني ألعب بالكيبورد وهذه الأزرار التي أستعملها يا أصدقاء. بالنسبة للمانيت فأنا لا ألعب بالمانيت، لا توجد مانيت مشغلة هنا، لأن العديد منكم قال لي ياسين أنت تلعب بشكل جيد، كيف تستطيع فعلها بواسطة الكيبورد؟ وسأقول لكم السر، عندما بدأت اللعب في لعبة البيس 4 نعم يا شباب، وكذلك البيس 5 والبيس 6، كنت ألعب بالكيبورد وتعودت لعب كثيرا بالكيبورد، لهذا السبب فإنني لا ألعب بالمانيت يا شباب، أنا ألعب فقط بالكيبورد وهذه الأزرار. لاحظوا معي، إذا ضغطت على مثلا فإن الزر في الكيبورد هو X، إذا ضغطت على X مثلا فإن الزر هنا في الكيبورد هو Q، وإذا ضغطت على B مثلا فإن الزر في الكيبورد هو D. وهذه يا شباب هي الإعدادات تقريبا التي ألعب بها لعبة البيس 2018. المشكل الوحيد الذي كان في الفيفا هو تعديل الأزرار، من الصعب تعديل الأزرار في لعبة الفيفا. السيتينجز الخاص بالفيفا فإنه سيء جدا في الحاسوب، لهذا السبب اخترت لعبة البيس. أنا صراحة عاشق للعبة البيس منذ أن كنت صغير، لا يهمني إذا فقدت شركة كونامي خاصية الحصول على تشامبيونز ليج والأوروبا ليج. سنقوم نصيب الاوبشن فايلز عندما سيتم نشره، واكيد سنستطيع الحصول على تشامبيونز ليج والاوروبا ليج بدون اي مشاكل. اسماء الفرق المشاركه في تشامبيونز ليج من الممكن ان سيكون مغاير، لكن هذا لن يمنعنا من ان نستمتع بالبيس 2019 النسخه الجديده والنسخه القادمه في شهر غشت. وقبل ان نشتري لعبه بيس 2018 ساريكم فريقي، لانني من زمان لم اقم بتسجيل حلقه بالماي كلوب. هذا هو فريقي لحد الان، لقد تعاقدت مع العديد والعديد من اللاعبين المميزين كما تلاحظون يا شباب، تعاقدت مع كاراسكو. بالنسبة لمالكوم أصبحت عنده 81، لقد تطور بطريقة رهيبة جدا. عندي كذلك بنتيكي. المهم عندي العديد والعديد من اللاعبين المميزين. هنا سأقوم بإدخال كارفاخال، سأخرج ديني، وأعتقد بأنني سأدخل جوردي ألبا لأنني قمت بشرائه كذلك. هنا سأقوم بإدخال بوفون، سأضعه هناك لكي يستريح الحارس الآخر. وروماريو كذلك لقد تعاقدت معه يا أصدقاء. لهذا السبب سأقوم بإدخاله. جيد، وأتوقع بأننا انتهينا تقريبا. هذه هي الخطة التي سألعب بها الآن، لقد قمت بإدخال اللاعبين. الآن سنخرج لكي نقوم باللعب أونلاين في البيس ماي كلوب، لأنني من زمان لم أقم باللعب أونلاين. تقريبا آخر مباراتين لعبتهم في الأونلاين فإنني فزت فيهم، نعم فزت 2-0 ضد شخص ما لعب بالأوروغواي، وفزت 5-2 ضد ذلك الشخص لا أعلمه. أنا لازلت صراحة في الديفيجن 12 لأنني لم ألعب العديد من المباريات،
لكنني عدت الآن، عدت يا شباب لكي ألعب. بالنسبة للاج لا يوجد، هذا مسكين عنده فقط 143 في التصنيف، أنا عندي 526. هذا الشخص مسكين فإنه سيء جدا. لاحظوا تقريبا آخر 5 مباريات لعبها لقد خسر فيها، مسكين هذا الشخص يا شباب، لكنني لن أستهين به. لاحظوا معي فريقه، عنده مسكين فريق سيء، اللاعب الوحيد الجيد عنده فإنه هو سقراطيس عنده 84، وهذا الشخص فإنه مسكين يا شباب. كوليبالي معنوياته سيئة يا أصدقاء، لن يلعب بشكل جيد. أعتقد بأنني سأدخل خوان فران مكانه، وسأضع خوان فران هنا في الجناح اليمين، لأن داني كارفاخال إذا لاحظتم عنده 70 في السبي. أعتقد هذه هي الخطة التي سألعب بها، وهي لكي نبدأ المباراة. وبداية المباراة يا أصدقاء سألعب ضد هذا الشخص، فإنه يلعب بالمانشستر يونايتد. بالنسبة لطريقة لعبه لقد تغيرت كثيرا، حتى إذا كان هناك لاج فلا تقلقوا، ففي إمكاني الفوز. لا تقلقوا، في إمكاني الفوز حتى ولو كان هناك لاج، لأنني تدربت كثيرا. خذ روميريو، ممتاز، لم تمر الكرة، ذهبت عند فلايني، جوردي ألبا، خذ هيونغ مين سونغ، هرب هيونغ مين سونغ، هرب، خذ العرضية، دمره. كيت أن أسجل هدف بروماريو. المهم طريقة لعبي لقد تغيرت يا أصدقاء، لأنني من زمان لم أقم بتسجيل فيديو لعبت فيه في الأونلاين وراء الكاميرا. لقد لعبت العديد، لقد انقلب فلايني. أحسنت، فلايني أراد أن يسجل ضربة مقص. المهم العرضية من بارولو، جيجين يضرب، أحسنتم، الكرة عادت لويجنالدوم. المهم وراء من الكاميرا، لقد تدربت كثيرا، لذلك ستلاحظون بأنني أصبحت محترف قليلا في اللعب أونلاين. جيد، الكرة وصلت عند روماريو، أحسنت، تعرض لي. الآن الدفاع، خذ، جيد، ذهبت عند جوردي ألبا، عند بارولو، ممتاز، هيونغ مينغ سونغ، خذ، فلايني، يا سلام. لم تمر الباص، لكن لا تقلقوا، سنفوز 100%. حسناً، خذ، يا سلام، مالكوم، العرضية من هناك، اضرب، لم يصل في الوقت المناسب. حسنت يا فلايني، عند بارولو، اوكي، خذ الباس، جوردي ألبا، ذهبت عند هيونغ مينغ سون، جيد، كرتنا لا تقلقوا، سنعيدها بدون أي مشاكل. حسنتهم، فلايني، حسنت، بارولو، يا سلام، خذ، ليتس جو روماريو يا حبيبي، اضرب، لقد اخرج الحارس فاصابها الحارس. المهم اسف اذا لم اعلق بشكل جيد، لانني ساحاول التركيز. احسنتم، جيد، كرتنا، خذ، ممتاز، كازيميرو عند فلايني، ذهبت عند ويجنالدوم، خذ الباس، مالكوم عند وينالدوم، جيد، خذ، احسنت، روماريو هرب يا حبيبي، روماريو هرب، لا تقلقوا. عند ذلك المدافع فإنه طويل. أحسنت، الكرة عندنا، ممتاز، كازيميرو عند فلايني، وجنالدوم، خد، ممتاز، عد للوراء، غيرها للجناح، كرتنا، جيد، ممتاز يا فلايني، خد، لا أعطيتها له، أردت إعطائها لروماريو، لكن مع الأسف أخطأت، جيد، خد، لم تمر الباس، لكن أحسنت، خذ الكرة، ممتاز هي، يا سلام، ذهبت عند هيونغ مين سون، ضربة خطأ. هذا الشخص رغم أنه خسر في آخر مباريات لكنه لا يزال جيد. حسنا، الكرة عند خوان فران، عند مالكوم، ذهب، ليتس جو، سي يو ليتر بيبي بوي. لقد حفظت الآن طريقة لعبه، لهذا السبب سأدمره، لا تقلقوا. خذ العرضية، اضرب، أحسنت، كرتي، لا ذلك اللاعب عنده طويل لكن الكرة عادت، ممتاز، خذ، يا سلام، روماريو، الجول يا حبيبي، الجول، ليتس جو بيبي بو، لا تقلقوا. مباشرة بعدما أمسكت الكرة بواسطة روماريو، الهدف، جيد، هيا، خذ، ممتاز، أخذت الكرة منه، هيونغ مين سون، روماريو هرب، أحسنت يا روماريو، كرتك، لكن لا، ذهبت، جيد، أعادها للجناح، سأخطفها منه، أحسنتم، لا تقلقوا، كرتنا، ممتاز، داني كارفاخال، خذ، روماريو، لكن أخذها ذلك اللاعب، عنده ديلوفيو، لاعب برشلونة، أوكي، ليتس جو، خذ، أعيدها للوراء.
لا يوجد أي مشكل، سنقوم ببناء الهجمة. وإذا لاحظتم فإنني لا ألعب بالمدافعين الخاصين بي، لم أدخل لا كوليبالي لا مالونلاس ولا أي أحد، لقد أدخلت كازيميرو. كازيميرو فإنه يلعب وسط من الميدان، ووضعت كذلك داني كارفاخال يلعب في الجناح اليمين، وضعته في السبي أصقع. لهذا السبب فإنني غامرت كثيرا في هذه المباراة، لكنني متأكد بأنني سأفوز. روماريو، أوه لم تصل لروماريو، واو لو وصلت لروماريو كنت متأكد بأنه سيسجلها. بداية الشوط الثاني الآن، حسنت في اللايني، خذ مالكوم، يا سلام هرب مالكوم، خذ يا في اللايني، ليتس جو، سي يو ليتر بيبي بوي، خذ الباس، دمره، أوه لم تصل الباس، لم تصل الباس. حسنا حسنا سنعود، سنعود الآن للدفاع، حسنت، حسنت يا كازيميرو، خذ، كازيميرو مرة أخرى، عند بارولو، خذ، في اللايني، جيد، حسنت يا في اللايني، خذ يا في اللايني مرة أخرى. يضربها، اوه امسكها امسكها المدافع. وينالدوم وينالدوم، احسنت كرتك يا وينالدوم، ممتاز. خذ وينالدوم، جيد خوان فران، مالكوم، خذ خوان فران مره، خوان فران يا سلام العرضيه من هناك، هيا لكنها عادت. حسنا خوان فران، جيد هرب خوان فران يا حبيبي، دمره، ها مع الأسف خرجت. لم أقم بإدخال هيغوين، لو أدخلت هيغوين لقام بتسجيل العديد من رأسيات. مشكل روماريو الوحيد هو أنه قصير، هو لاعب جيد لكنه قصير. كرة عادت، عادت لإخوان فران، خد، ممتاز، في اللايني، لكنها ذهبت ذهبت. وعنده كرويف كذلك، هذا الشخص فإن عنده العديد من اللاعبين المميزين. انتظروا انتظروا، سأحاول الدخول للخطة لكي أشاهد عدد اللاعبين الموجودون عنده. عنده العديد من اللاعبين المميزين، عنده كرويف، واو كرويف يا أصدقاء، فإن عنده على ما أعتقد 94 أو شيء من هذا القبيل، لاعب مميز. ها هو كرويف، جوهان كرويف، أحسنتم أحسنتم، هيا هيا هيا، ممتاز ممتاز، كرتنا كرتنا يا حبيبي، خذ وينالدوم، جيد ذهبنا، فلايني، روماريو، يا سلام مالكوم، روماريو مرة أخرى، لا لماذا أعطيتها لفلايني، كنت أريد أعطيها لروماريو يا شباب وليس لفلايني. حسنا حسنا أنا عائد، اختفى منه، حسنا لقد خطفتها لكن أعدها بسرعة، أوكي خذ، حسنا حسنا، كارفاخال، بارولو، ذهب هيونغ مينغ سونغ، خذ يا سلام، جوردي ألبا، عد للوراء، حسنا يا جوردي ألبا، العرضية من هناك، يا سلام دمر، مع الأسف مع الأسف، هيا خذها منه، أحسنت أحسنت يا فلايني، لكنها عادت عادت بسرعة، جيد ممتاز ممتاز، مررت هيونغ مينغ سونغ، مر تسديدة من هناك، أوه كيف كيف ضيعت هيونغ، لقد ضيع هيونغ مينغ سونغ الهدف الثاني، غريب أمرك يا هيونغ مينغ سونغ، كيف ضيعتها، أحسنت أحسنت، لكننا أعدنا الكرة الآن، سأجري في الجناح، اجري 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 اجري، مررنا، نعم مررت، لا اعلم كيف مررت لكنني مررت، ممتاز ممتاز، احسنت احسنت، اوه كيت ان اختفها منه، يذهب، جميل جميل، كراتي، او مره كرويف، العرضيه، مشكل ذلك اللاعب طويل، احسنت، اوه لقد انقذني بوفون في اخر لحظه، لاحظتم، احسنت يا بوفون، احسنت، مالكوم كرتك يا مالكوم، لكنها مرت، عند كرويف، اوكي اوكي اوكي، ساقوم بتبريد اللاعب قليلا، خذ الباس، جيد لكنها مرت، مشكل خطفها مني، احسنت ممتاز جوردي ألبا، يا سلام ضربه شمس، انتظروا سادخل هنا للخطه لكي ارى اين هو كرويف، عند كرويف، اوه لقد وضعها في الهجوم، لاحظوا معي عنده 89 في الهجوم، واو لو وضعه يا شباب في الجناح، كرويف فإن عنده في الجناح 94، صراحة عنده لاعب مميز يا أصدقاء، لكن رغم هذا لقد خسر في تقريبا جميع آخر 5 مباريات الخاصة به لقد خسر فيها، أحسنتم، جيد، ضربها، خذ، وينالدوم، ممتاز، سأمر، أوه كنت أريد المرور، خذ، جيد جيد جيد، لكن مع الأسف الباس كان سيء. الفكرة كانت جيدة، الباس كان سيء، أحسنت أحسنت، العرضية من هناك، لم تمر، جيد ركنية، لا بأس به صراحة هذا الشخص في طريقة اللعب، رغم أنني أعلق ولست مركز 100% وسط من المباراة، لكنها لعبة بشكل جيد، لو لم أكن أعلق 100% سأسجل عليه يا شباب أكثر من هدف، والدليل هو مبارياتي السابقة التي أريتموها لكم،
احسنت خذ دمرها الان دمرها مره اخرى هيا مع الاسف ضيعت من هناك تسديده احسنت من هناك مره اخرى مره اخرى لم تصلكم ونهايه المباراه استطعنا الفوز 1-0 ضد هذا الشخص. من الجيد اننا فزنا. وها هم اللاعبون لقد حصلوا على مزيد من نقاط الخبره. احسن العمل بوفون لقد انقذني صراحه في العديد من المحاولات لكنني انا كذلك ضيعت العديد من المحاولات. اصبحت عندي الان 568 نقطه. جيد وخصوصا انني لعبت خارج بلادي فان النقاط تتضاعف. فزنا ب 1-0 ضد المان يونايتد ممتاز. وها قد حصلت على جوائز. حصلت على 8550 جي بي. حصلت كذلك على مستكشف جديد وبقيت لي في الأقسام 7 مباريات أخرى. لكن حتى ولو خسرت مثلا في جميع هذه المباريات المتبقية فإنني سأتأهل للديفيجن 11 لأن الديفيجن 11 فإنها لا تحتاج منا العديد من النقاط. تحتاج منا 3 نقاط فقط. يعني فوز واحد سيسمح لكم بالتأهل للديفيجن 11. والآن لحظة الحقيقة يا شباب. الشيء الذي كنتم تنتظروه. سنقوم بشراء لعبة البيس 2019. إذا دخلنا هنا ممتاز سأتي هنا وسأقوم بشراء نسخة ليجند إيديشن. في هذه النسخة فإنني سأستطيع الحصول على ديفيد بيكام لاعب مميز جدا. سأستطيع الحصول عليه مجانا في الماي كلوب أثناء خروج لعبة البيس 2019. وسأستطيع كذلك الحصول على كوتينيو لكن كوتينيو سأحصل عليه مدة إعارة فقط. أعتقد سيلعب معي 5 مباريات أو شيء من هذا القبيل وبعدها سيذهب. لكن بيكام سأحصل عليه مدى الحياة في ماي كلوب. لهذا السبب قررت شراء ليجند إيديشن. إذا قمتم بشراء ديفيد بيكام إديشن فإنكم ستحصلون على ديفيد بيكام فقط لوين فقط إعارة وكذلك ستحصلون على كوتينيو فقط إعارة. وإذا اشتريتم ستوندر إديشن التي ثمنها $60 لا يوجد عليها تخفيض لا يوجد تخفيض عليها 10% فإنكم ستحصلون فقط على كوتينيو إعارة ولكم حرية الاختيار. بالنسبة لي أنا فإنني سأقوم بشراء البيس 2019 ليجند إديشن وهي سأضعها في الكارت برشاس فور ماي سيلف. سأشتريها لنفسي وهنا طريقة الدفع. سأدفع بواسطة حسابي في ستيم. وها قد قمنا بشراء لعبة البيس 2019 ولقد انتهينا يا شباب. سأعودون للستور. لم يحدث أي شيء صراحة لحد الآن. تم فقط أخذ المال ولم يعطوني أي شيء. حسنا لقد دخلت مرة أخرى لمكان الشراء ولقد ظهرت لي الآن هذه الرسالة فهي تقول لي بأن لعبة البرو إيفوليشن سوكر 2019 لقد تم إضافتها عندي في ستيم لايبراري. عندما تخرج اللعبة فإنني سأقوم بتحميلها أوتوماتيكيا وسأستطيع اللعب فيها وبهذا فإننا سنكون من بين أوائل الأشخاص الذين قاموا بشراء لعبة البيس 2019. أتمنى أن حلقة اليوم أعجبتكم. لا تنسوا يا شباب إذا كنتم متحمسين للبيس 2019 فدعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو مع أصدقائكم لكي يظهر لأكبر عدد من الأشخاص عشاق البيس على اليوتيوب. استودعكم الله الذي لا صديق ودائع والسلام عليكم ورحمة الله. الشيب شباب في الملعب والباء بطولتنا والآء حب للرياضة هكذا نكون.